بسم الله والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا نسألك رضوانا باقيا، ونسألك قربا مفرحا، ونسألك صدقا خالصا. اللهم صل وسلم على ساداتنا الأنبياء والمرسلين، وارض عن أهلهم ومن والاهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. الآن إن شاء الله بالتوفيق من الله وباختزال أذكركم بحال وجوه أصحاب الأهوال يوم العرض على الرحمة. نبدأ بسورة آل عمران 106، يوم تبيض 107، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كلام واضح جلي، وليس هناك كلام أوضح من القرآن. يوم التبيض أي يوم البعث ويوم النشور الحشر ويوم الحساب ويوم إعطاء الكتاب. قول ربي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذن يوم القيامة هناك نوعان من الوجوه، صاحبة البياض وصاحبة السواد. وبعد ربي ينسب لكلتا الحالتين خصائص معينة. فأما الذين اسودت وجوههم متعبي لأنهم ربما الأكثرية أو هم أهل النحس والعياذ بالله. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني لماذا تسود؟ ربك هنا أكفرتم هو سؤال، لكن الحقيقة هو إرجاعهم إلى يوم زمان، يعني كانوا في الأرض يصلون ويجهلون. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني الإيمان الفطر، الإنسان يولد على الفطرة وبعد يختار حين يكتمل عقله إن كان له عقل، مش ولي من المسؤولين، يعني ولي responsible. أكفرتم بعد إيمانكم، يعني سددتم الذي وأدنى بالذي هو خير. الذي هو خير هو الفطرة، أنت واحدة، لأنك يوما من الأيام عرضك الله على مستوى الذري، يعني في شكل دقيق جدا، وسألنا جميعا ألست بربكم؟ فأجبنا إجابة معقولة وحقيقية، قلنا نعم. وحذرنا ربنا من خطر الشرك، والذين بدلوا الإيمان بالكفر فهم المشركون والعياذ بالله. إذن أما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذا العذاب لا يأتي إلا كنتيجة للكفر، والكفر هو ألا إلحاد وألا شرك وألا أهل لا شكر للنعمة، نعمة الخلق ونعمة الرزق ونعمة التعليم ونعمة الحماية الإلهية، كل هذا كفروا به. وغلب الناس عبر التاريخ واقعون لهذه المعضلة التي تدق عناقهم في الدنيا، يكونوا يحسبون كل صيحة عليهم، وفي الآخرة بعد حياة برزخية في حفر من النار يوم القيامة يشنع بهم ويزلزلون، وحينما يخرجون من قبورهم يعني يخرجوا في الهلع الكامل ويمشوا للمحشر رغم أنوفهم كما أتوا للدنيا رغم أنوفهم، يعادون الحياة كذلك، ويكون حسابهم عسيرا حيث يناقشهم الله الحساب. يعني مش يدفعوا روحهم، ولكن ما همش أهل باش يشعروا في هذا الدفاع، لأن لا حجة لهم ولا يؤذن لهم في القول،
وحتى لو يطلبوا يلاحوا أرجاح العمل صحيحا لا سبيل إلى ذلك، لأن الدنيا التي فرطتم فيها هي دار عمل ونيات، والآخرة دار جزاء وإكرام أو تنكيلات. وأما الذين آية 107 سورة قلنا العمران هي مرة والسلام، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الرحمة قلنا الرحمة منسوبة إلى الرحمن الرحيم، وحنا قلنا 114 مرة تذكر الرحمن الرحيم، خلف بسملة قلنا فما كل صور تبدأ بالبسملة إلا واحدة وهي براءة، لأن الله تبرأ فيها من أهل الكفران للرحمن، ومن أهل الجدال العقيم، ومن أهل التحدي لله وإيذاء النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن قول فيهم الذين أبيضت وجوههم، أسأل الله أن نكون من خير من أبيضت وجوههم، وأما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. شوف البشرى رحمة الله، قلنا رحمن تو مثل الكوردون ولا موست جراسيوس، والرحيم ترمز الكورديور ولا مرسيف أعلى في رحمة الله، لا لقرن أو آلاف القرون أو بلياردات القرون، لا خالدون. شوف البشرى في القمة، قمة الجمال والنسمة الرائعة. ننتقل إلى سورة يونس عليه السلام، جوناس كل في دلة سوسمي آية 26، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حسنى هي كما تقول أنت الجزاء الأجمل، وزيادة أن نرى وجه الرحمة كفاحا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، يعني ما بماش حاجة مش تتعبنا، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، قتر هو ظلام والاسوداد الحالك، ولا ذلة يعني لسنا في من أهل الذلة بل من أهل الرفعة، من أهل العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمن، ولكن المنافق ما يعلم. أقول الإنس والجن غارقون في النفاق، وويلهم من تبعات ذلك النفاق. أنا بقول كلامهم جو سوي كريتيان، جو سوي جويف، جو سوي مسلمون، أغلبهم يغيب عنهم الصدق فيما يقولون، ولا يرى وجوههم قتل ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هو المقابل، والذين كسبوا السيئات، يعني أكثروا للسينرز يعني المذنبين كثيرا، والذين كسبوا السيئات وابقوا على الذنب ده وتكرروا. احنا قلنا في الحساب الاسلامي حتى تلي واحد يكثر من الصغائر تصبح بجمعها كبائر. اذا احذروا اراكم واقعين، اغلبكم يا عرب ولمن تدعو الاسلام اغلبكم في من يستصغرون الصغائر حتى يقعون في غضب الرحمن والعياذ بالله. اذا نحن اهل القران ندعوكم الى التريث ووقف التامل، وشوفوا روحكم هل انتم اصحاب صدق نيه وقولا وعملا ام خلاف ذلك. للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، نكرر بس بين الصورة في المقابلة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات من مثل إخوة ولا من عبد الله ورحمته، سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. أوريتنا قال ولا يرق وجوم قطر ذلة، لا وترهقهم ذلة أي من مشتبط عليهم من صايب سودوا لهم وجوه، كما قلنا
بني صهيون اليوم ذات الذلة تظهر الهجوم من أثر الرعب الذي يعيشونه بالليل والنهار ثانية وراء ثانية، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات من أختها وتراكم ذلة ما له من الله من عاصم قدر الحاكم الوحيد. وبالحقيقة في الدنيا والآخرة، لكن هنا واضح للعيان جميعا أن الحاكم الوحيد هو الله، ولا يقدر أحد أن يتكلم إلا إذا أراد الله ذلك. ما له من الله من عاصم، كأنه حتى في مستوى اللي واحد مش يشفع لواحد آخر، نبي مش يشفع أمة النبي عليه السلام، ولا عالم ولا من الشهداء، لا أحد يتاح له أن يقوم بالعملية دي الخيرية هو أن يشفع إلا عند إذن من الرحمن. لهذا اللي معمل مش يشفع فيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأنت تؤذيه بالليل والنهار تقول هو ساحر، تقول هو كاذب، هو مجنون، يعني كنت قلت ما قاله من صهيون، فأنت منهم. والإنسان يكون تابع لمن كان تابعا له في الدنيا. إذا الأهل والعرب هم أبناء وعم لبني صهيون، وهم خاصة رؤسائهم في العموم هم أول من يحارب هذه الأمة بادعاء حقوق الإنسان وادعاء حرب الإرهاب. إحنا لا إرهاب لنا إلا ما شرعه الله، أي نرهب العدو. أما الإنسان البريء والإنسان الذي هو يقول منا فلا يصل من إرهابنا شيء، لأن إحنا نعتبر بداء. وإذا كان كانت قاعدة وداعش كانوا من هذا النوع من الإرهاب فهم على حق وهم المنصورون بإذن الرحمن الرحيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها بعد الرب مرحل وتراكم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أخشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. العياذ بالله، الوجوه تعب، هبط عليها كما تقول انت ساتر من الظلمة. كأنما أخشيت وجوههم قطعا من الليل، يعني تصور الليل غامض في السواد وقطع منه تصعب على تلك الوجوه الكريهة النتية القبيحة. كان مخشيت وجوه قطعا من الليل مظلما، قال سليفك مظلم، هذا لازم يكون مقبل. أولئك أصحاب ولا فيها حيوانات كي تبدأ تبعث النور ليلا، كما ثم في أعماق البحار من الحيتان ومن السمك من ينطلق منه نور، لأحماك المظلمة المظلمة المظلمة. كأنما أخشيت وجوه قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويختم بثلاث آيات من سورة إبراهيم عليه السلام 49، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يعني ما أصفاد عياذ بالله مقرنين كبلهم ربي بتلك أصفاد، سرابيلهم من قطران يعني لباسهم أو أجسادهم قطران قدران، وتخشى وجوه منها كنا تخشى أي تطبق عليها الظلمة. وجوههم النار هي تلفع الوجوه، فتسود الوجوه تصبح قبيحة المنظر لا يطاق، والطب اللي مختصين خاصة الحروق للوجه يقولوا بعظم قبح المنظر ذاك، فما كان العياذ بالله سواد وآثار الحرق وتلقى مشوم في كل اتجاه. أنا دائما تلقى الجلد ليست كجلد بل هي من القبح بمكان، سرابيلهم من قطران وتخشع وجوههم من نار. الوجه الجميل اليوم في عرض الأزياء ذكور وإناث، ووجوه في تمثيليات على الرقح، ووجوه من هوليوود ومن لفهم سواء كان في إيطاليا أو في اليابان وغيرها
يعني العياذ بالله وجوه خدمته في الدنيا يجمع الأموال ويحصلوا على عنوان أي يوليو مشهورين، وقرأوا شوية عن قصص الهوليود وشوفوا ماذا عانوا في آخر عمارة الدنيا وما سيأتيهم وأعظم وأبلغ تأثيرا، فتنبهوا الآن وكونوا من الذين يتبرؤون منهم أنظار الديزابوي، لابد من ذلك، لست منهم ولبسوا منا إلا أن يتوب. وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفر سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس بما كسبت أو جيك إلا ما قدمت. بليف أند ريسيف، اعتقد فيما تشاء لا كلا بالدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أند ريسيف إما قرب من الله أو بنشمنت، قرب أو عذاب تورمنت. أحذروا إذا ليجزي الله كل نفس ما كسبت، من الله سريع الحساب. Il est prompt dans le jugement. وباش نعاونكم للمزيد من فهم ما سيلعقكم بالوجوه من إكرام أو إذا من نعيم مقيم أو من عذاب مقيم كذلك، لا توجهوا لهذه الصور والآيات. سورة المؤمنون عندكم 103 104، سورة الزمر عندكم 60، سورة القيامة 22 إلى 25، عبس 38 إلى 42، والغاشية والعياذ بالله وما أدراكم ما الغاشية، كي أنفاي طول موم، يعني هي مستخشى الناس كل والجن الكل. لماذا؟ لأن الجد بشئية، واغلب الذين يبعثون من الناس الذين ولا من الجن الذين لا يؤمنون بتلك الغاشية. يقول ربي في السورة دي من آية 2 إلى آية 10، لا من آية 2 إلى 4 ومن 8 إلى 10، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني عليها راسي، يعني ما عادش فيها، ما عادش مستصبر صبر ما يجبش واجه العذاب الذي سيأتيها. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نار الحامية، أي تدخل إلى نار حامية تريب له. ووجوه من آية 9 وآية 10، ووجوه يومئذ ناعمة، يعني غير نوت بالتنعم بالنظر لوجه الله، لوجه الله واستبشار بعطاءات الله وإكراماته. ووجوه يومئذ ناعمة بسعية راضية، تبقى راضية بما نتائج سعيها في الدنيا. صوصتش في جنة عالية، أي هما في الفردوس الأعلى عموما، لأن احنا ثلاثة أصناف من الناس، مقربون أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فكرر أحوالهم على مستوى وجوههم. نسأل الله التوفيق في محبتنا إياه والحصول على مرضاته الدائمة المنعشة. نسأل السلام من كل الهول في الدنيا، من كل هول في الدنيا والآخرة، والسلام على من اتبع الهدى.